من الـ LBCI مساء الخير، وهذه عناوين النشرة. جعفر الشهال يروي للـ LBCI تجربته القتالية في سوريا. الإبراهيمي في بيروت وعينه على الرياض. وأول حكم قضائي في لبنان، المدمن إلى العلاج وليس إلى السجن. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. المنطقة تسير على توقيت الأحداث السورية. الأحداث السورية تسير على توقيت جنيف 2. جنيف 2 يسير على توقيت التقارب الأمريكي الروسي والتباعد الأمريكي السعودي. والتباعد الأمريكي السعودي قد يطيح جنيف 2. وإذا ما تمت إطاحته فإن الحرب الدائرة في سوريا ستتواصل. وإذا ما استمرت هذه الحرب متواصلة فإن لبنان سيبقى جالسا على رصيف الانتظار، لا يقوى على تشكيل حكومة. الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي في بيروت لكن عينه على الرياض، فإذا استمرت في رفض استقباله فهذا يعني أنها لن تشجع جنيف 2، وهذا يعني أن المعارضة السورية التي تتأثر بالموقف السعودي لن تشارك في جنيف 2. في ظل هذا الحائط المسدود برز اليوم خلط أوراق بين تركيا وإيران. وزير الخارجية الإيراني في تركيا والهاجس المشترك الصراع الطائفي الذي أججته الحرب الدائرة في سوريا. وكان لافتا ما قاله وزير الخارجية الإيراني من أنه إذا اندلعت نيران طائفية في الشرق الأوسط فسترون نتائج ذلك في شوارع لندن ونيويورك وروما ومدريد. قبل هذه التطورات وعملية خلط الأوراق، ما هي قصة جعفر الشهال نجل داعي الإسلام الشهال؟ وماذا يروي للـ LBCI عن تجربته القتالية